عايز اسالك البنك الاهلي، ليه اخترت البنك الاهلي؟ والله بص يعني البنك الاهلي يعني انا كنت لازم لما اخد الخطوه اللي بعديها انا قررت مع نفسي ان انا مش هاخد خطوه جماهيريه، يعني خطوه بدون جمهور. لما قعدت مع رئيس النادي اللي هو اشرف حسيت قد ايه ان يعني شخص محترم، وحسيت ان الاداره شغاله قريبه شويه من اداره النادي الاهلي، حسيت في انضباط وفي احترام وفي التزام، وحسيت ان هيبقى فيه هدوء في الشغل. فكل دي اسباب طبعا خلتني ان انا اتجه للبنك الاهلي، يعني هو نادي محترم جدا. انا رحت النادي، يعني نادي اجتماعي ونادي ملعب، عندهم ملعب كويس جدا، يعني حاجه احترافيه مميزه جدا. فطبعا كل حاجه يعني من الاسباب اللي انا اخترت دوت، يعني اسباب كتيره.